برو هذا الموضوع هذا اللي غادي ندوي فيه اليوم واش هو جد مهم لك بزاف فهمتي الا كنتي باقي ما درتي شي حاجه في حياتك ما كنتي درتي شي حاجه في حياتك الله يسهل عليك اخويا الله يوفقك داكشي اللي باغي انا اصلا هو تشوف بنادم متفرو انا ما كرهتش مع الصباح نوض نكون خارج نلقى المغرب كامل متفرو لان احسن حاجه هي تعيش مع شي ناس احسن منك أسوأ حاجة هي تعيش مع ناس كفس منك تخيل صاحبي تنوض مع الصباح تلقى المغرب كامل واعر ناس كاملة واعرة ناس كاملة واصلة وفايتينك تكون عايش في واحد المحيط واعر تكون عايش في واحد الوسط زوين هاد الشيء الصاد بيان سور ما يمكنش تفهمو على حقاش حتى انا تزيد في الوسط فقير في واحد الدوار فيزيكي سميتو دوار فيزيكي في مراكش ملي كنت صغير في الوسط فقير كنت ديما كنقلب نوصل ونطلع عليهم من الفوق ونشوفهم من تحت كيتمرتو باش غنفرع ملي كتوصل الصاد ما كتلقاش الهضره هاد فريمون من بعد ملي تبدلات حياتي نقول لك بديت كنفهم شحال من حاجه اللي ما كنتش قادر نفهمها وانا في القاعه الصاد من الاخر كنت كنشوف شي ناس كيعاونونا شي ناس كيديروا شي دروس على قبلنا شي ناس كيحاولوا يبارطاجيو معنا المعلومه كنت كنقول علاش كيديروا هاد المادافاكرز هاد الشيء اصلا ما كنتش قادر نفهم ما يمكنش نفهم لان الحياه مستويات انا كنت في واحد السرفايفل زون يعني كنقلبي باش نعيش انا خصني خبزه خصني ما ناكل وبالتالي التفكير ديالي ما يمكنش يوصل لذاك الوعي اللي اجي نقول لاش هاد السيد هذا يقدر يعاون هذاك السيد دبار الخبزه ولا تيفكر في شي حاجه اخرى واحد المنطق تعلمتيه في هذه الحياه هذه وسيرتو في المغرب ديال القفوزيه ديال ما باغيش تونجاجا 100% باغي تجرب حتى تجرب وتبان لك الهوته عاد تلاح كامل ما باغيش تونجاجا 100% باغي حتى يبان لك راه كاين ما باغيش تلتزم ما باغيش تنضاوط ما باغيش تونجاجا 100% باغي حتى تبان لك الهوته عاد تلاح وهاد المنطقة هذا الصاد تلقاه يوميا جربت الريسكي ما خدامش جربت الكوميرس ما خدامش جربت نقرا لونجلي ما خدامش درت ديبلوم ما خدامش جربت الدروب شيبينغ ما خدامش جربت فايفر ما خدامش صاد غنقول لك واحد القضية هادي فهمتي اليوم غادي ندوي على واحد الموضوع اللي سميتها واحد الثيوري واحد النظرية كتسمى نظرية 10,000 اورز 10,000 ساعة الصاد اللي فغيمون خصك تسمعها إلا بغيتي تميز الصاد في أي مجال كيف ما كان سواء بغيتي تكون فلوجر واعر سواء بغيتي تكون ديفلوبر وير سواء بغيتي تكون في لي كوميرس وير سواء بغيتي دير الجيم ديفلوبمنت ديفلوبي لي جو وتكون وير خصك الصاد 10,000 ساعة خصك 10,000 ساعة في داك الدومين فهمتي قلب على 10,000 اورز ثيور 10,000 ساعة نظرية ديال 10,000 ساعة فهمتي عاد غادي تولي واعر من غير 10,000 ساعة راك يقصر وما غادي دير والو فريمون ملي كنشوف الناس كاملين يتميزوا والناس اللي مشاو بعيد كتلقى فريمون غادي يكون عطاك اكثر من 10,000 ساعه في داك الطومين 10,000 ساعه هذيك الساعه وليتي مزيان غتكون احسن من 98% 99% اللي كاينين في السوق غتولي احسن منه وديك الساعه كتبدا القصه يعني النظريه ديال باغي نجرب الريسكين وتعطيه 4 السوايع ولا يومين ولا 3 ايام وتقول ما خدامش ما واكلاش الصاط فريمون راك باقي ما دخلتيش كاع الماء باش تعوم باقي كتلعبي في الرمله ديال البحر اللي هي باش كاع تحكم على المجال وتقول انه ولا ما خدامش على حقيقه نقولوا امازون اي كوميرس دروب شيبين اي حاجه فيها ناس اخرين ناجحين علاش هما ناجحين وانت ما قادرش تنجح لان انت جربت اصلا انت يديز انت دايزر مقهوي انت ما ريحتيش اصاحبي علاش ما عطيتيش لراسك اصاحبي فرصه وبالتالي باش نسالوا هذه القصه هذه ديال جربت وما تبقاش تقول جربت اختار مجال واحد اختار شي حاجه تدوز فيها حياتك جوزو يستور كاع المجالات خدامين ولكن بليز ما تمشيش شي مجال بحال الريسكين عقش الريسكين يديز اختار شي مجال كبير عميق شي اختار لي كوميرس ما تختارش امازون علاش امازون يقدر يبدل الريجوليشنز ديالو يزك انت الماء بحال مثلا تختار تتعلم دير الادفيرتايزينغ الاشهار ما كتعلمش الفيسبوك ادز اكزاكتلي علاش يقدر الفيسبوك ادز يبدل الريجوليشنز ويزك انت الماء انا اللي كنت مميز في شي حاجه مميز في الكوبي رايتين يعني نكتب شي اعلان وميز في الادفيرتايزينغ فيسبوك ادز بديت بفيسبوك ادز وي بديت بجوجل ادورد صراحه عدت الفيسبوك ادز ولكن من بعد بديت كنديرهم كاملين اصلا ملي كنت خدام في السي بي ا كاملين ولكن لا باس فاش دوزت 10,000 ساعة هي الكوبي رايتين ولا ادفيرتايز ما هادشي فاش دوزت 10,000 ساعة فيسبوك ادز هذاك هي الوسيلة ودابا كان شحال هادي دابا ما كنخدم حتى شي حاجة دابا كاين تيم اللي كيخدموا هادشي يوتيوب ادز سناب شات ادز تويتر ادز نيتيف ادز ما كاينش شي شركة ما خدامينش معاها اي شركة كتجبد لك في الانترنت بوب اب ادز حتى هو خدامين به فهمتي ما كاينش شي شركة حاليا من الشركة الطوب اللي في الدومين ديال الادفيرتايزين ما خدامينش معاها كاملين خدامين معاها يعني بدل تقول لي غادي نمشي للريسك نحط في 10,000 ساعه نو الريسك راه عايش شيتي سامثينغ شيتي تقدر دير به شويه الفلوس كدا ولكن ما مشيش غتمشي للجيم ديفلوبمنت غادي ديفلوبي لي جو تحط فيهم 10,000 ساعه صاد غتولي بزاف خويا عطي راسك شويه الوقت واختار دومين واحد وجلس فيه راه ماشي الدومين اللي كيوصل راه الخدمه اللي كتوصل خاصك تعطي واحد 10,000 ساعه في نفس الدومين وديك الساعه يبانوا لك الروينه اللي كاينه في داك الدومين غتجيب لك لا اوبورتونيتي غتجيب لك لي زوبورتونيتي
اجيو ليو بان لك الاوبورتونيتيز على الجهد اصاحبي. حاليا تيبان لي لوط اوف اوبورتونيتيز وكاين ما يدار على الجهد. تيجي بنادم تيقول لي اخويا سيمو عندي فكره فاك يو فاك الفكره ديالك راه افكار عطاهم الله راه خاص اللي يخدم اصاحبي. راه ما كاينش الوقت باش دير كلشي، خاص تخصص وتجلس لحاجه وحده باش توصل. راه ماشي بغيت شي دومين نوصل فيه، راه ماشي الدومين اللي كيوصل، الخدمه ديالك هي اللي كتوصل. وديك 10000 ساعه معلم هي اللي كتوصل، لان الكره راه واصلين فيها عباد الله، فهمتي؟ اي مجال واصلين فيها عباد الله، الموسيقى واصلين فيها عباد الله، الغناء واصلين فيها عباد الله. اجي الصوت، شحال من واحد دابا عنده الصوت واعر وما قادرش يولي مغني واعر، على حقيقه هذاك هي مقهوي، هي مقهوي مع المغنيين، عنده الصوت واعر ولكن ما كافيش انك تولي مغني واعر، خاصو يخسر ديك 10000 ساعه، هو تلقاه يشارك في برنامج واحد. غتلقاه يشارك في برنامج واحد ولا عطى راسو فرصه وحده حتى هو تيجرب بيان سور الغناء بحال كما انت كتجرب لي كوميرس. مشى لبرنامج واحد يعني خسر 60 ساعه ومشى في حاله. الا بغى يوصل في ذاك الدومين فريمون خصو يحط 10000 ساعه، و 10000 ساعه الا حطيتها غتوصل. وفي هذا الزمن هذا ما كاينش النقص في المعلومه، يقدرش حاله دي تكذب عليها تقول لي اه عندهم المعلومه احنا ما عندناش المعلومه، صات فاك يو. هذه المعلومه اللي كاينه في هذا الزمن مابقاش تسمح لك باش تشكى كاع المعلومه. ما قليل اللي يجي يجلس يقرا المعلومه، المعلومه كاينه ولكن قليل اللي يقرا. حاليا موجوده المعلومه، نعطي مثال بواحد المجال بعيد على الانترنت. مثلا الكتوبه ديال نقصان الوزن كاين ما يفوق فهمتي واحد 50000 كتاب ديال نقصان الوزن. واش الناس كامله مقاده وناقصه في الوزن ديالها مني انا؟ لا. واش الناس كامله مطلعه في صاله واعره؟ لا. واش النقص في المعلومه؟ لا. النقص في الالتزام الصاط والانضباط. انا عزت في الوزن مؤخرا بزاف علاش الصاط؟ لاني كندير داكشي اللي عليه هوايه، كناكل اللي بغيت واللي تشهيت. يعني المشكل فين كاين صراحه؟ فيا انا ما كاين المشكل حتى في شي حاجه اخرى، ولكن الناس ما كتبغيش تقول ديك المشكل فيا انا، لان انا لا التزمت وانضبطت بحال شحال هاتي، راني نزلت 74 كيلو كما كنقول ان شاء الله شهر 9 عاوتاني غادي نرجع للدايت وترجع للالتزام. الخدمه علاش عندي غاده مزيان والخدمه غاده تتافونس؟ لان افري فاكين داي مزوج وما مشيتش سافرت، جالس مقابل الخدمه. كون درت بحال هكا مع الدايت كون لقيت عندي في صاله واعره، داكشي اللي كتعطي ليه اهتمام والتركيز ديالك وكتخدم عليه يوميا. هاي المعلومه عندي الصاد باش نقص الوزن، عندي كلشي. المعلومه الصاد ما كافياش، المعلومه كتساوي 1% في الزمن الحالي. 99% اللي كدير الفارق هي الخدمه، خصك تمشي تخدم بداك المعلومه. الناس للاسف ما كتخدمش الصاد، ما كتلتزمش، وكاع لا خدمات والتزامات كتلتزم الناس واحد السيمانه شهر وبعد تقول لك راه جربت داك الدومين وما كايناش الريزلت. الصاد سيمانه شهر ما كافيش باش تحكم على دومين كامل، خصك فريمون تحط 10000 ساعه، ولا حطيتي 10000 ساعه دي تجي تقول لنا خوتي راني وصلت بعيد. خونا خلاصة القول نمشي نقضي داكشي اللي تابعنا، وصلت للبيرو طلع لي في راسك. كنتمنى فريمون نشوفك حاط واحد 10000 ساعة في شي حاجة، وديك الساعة تجي تقول لي راني وصلت. ما بغيتش تبقى عايش ديك الحياة ديال راه كنجرب، بغيت نجرب ناوي ندير. شد شي دومين حط فيه، إلا حطيتي 10000 ساعة فاش ما حطيتيها في البيانو، في الجيتار، في اي دونت نو اي كوميرس، في كورة، في التنس، فاش ما حطيتي 10000 ساعة جو سور توصل. ولكن واش أنت مستعد تلتزم وتحط 10000 ساعة؟ واش انت فريمون مستعد تلتزم وتطبق 10000 اورز تيوري مستعد تطبقها، ولا فريمون غير اتس اوكي كمل الصاط حياتك؟ كل مره كتجرب وكتنقص من حاجه لحاجه وكتقلب على اللوته. انا راني جالس في نفس الدومين وانا ما كاينش الصاط في حياتي. شي نهار كندوزو ما كيجيش عندي بنادم كيقول لي اخويا سيمو بغيتك تانفيستي معايا في فكره، او فريمون عندي تخصص معلم كان تانفيستي وكنخدم في نفس الدومين اللي هو الاعلانات وحتى شي حاجه اخرى. هي فاش حطيت 10000 ساعة وهي فاش باقي حاط وزدت دوبليكيت داكشي، لأن دابا عندنا بزاف ديال الناس خدامة معانا في الدومين تاع الإشارات والسيلز. حاجة واحدة الإعلانات المبيعات، ما كنخدم حتى في شي دومين آخر. يقدر تلقاني في مشاريع أخرى لا علاقة، فهمتي؟ تقول لي هذا المشروع هذا كيبيع واحد جوج ثلاثة الصاد جابك ليه في الفلاحة الصاد. أنا مكلف لهم بالإشهار وأنا اللي حاط لهم استراتيجي ديال الإشهار كامل، أنا بقيت شريك في ديك الشركة ولكن عندي تخصص واحد الصاد. ما كنقش الصاط من بلاصه لبلاصه وكل نهار كنصبح في الدومين. تقول لي الاي كوميرس الصاط، انا ما تنديرش الاي كوميرس كامل، انا كندير غير الاشهار باش كنجيبو السيلز. هذاك هو التخصص ديال الصاط، ما كندخلش في شي حوايج اخرين اللي انا ماشي قدها. ماشي قدها يعني ما حطيتش فيها 10000 ساعه، ما كاينش شي حاجه ماشي قدها، كل شيء تولي قدو. الوير هاوس مانجمنت ماشي قدها لان ما حطيتش فيها 10000 ساعه. انا ملي مؤخرا مشيت كنقرا دبليو ام اس كنت كنقرا هي باش نعرف فكره عامه، يعني باغي نفهم اشنو طاري، ماشي باغي ندخل داك الدومين، باغي ثقافه عامه. وبالتالي الصاد فريمون فهمتي سيميون نبقى في الدومين ديالي، نبقى في دومين واحد ونبقى فيه حتى نهار نموت، هو المبيعات والاشهارات وسالي.